مرحبا حبيبي بيك عايشك لاباس الحمد لله قدمنا روحك ملك محمد نف مرحبا بيك عايشك ملك لو نسألك شنية مصدر القوة متاعك أمي وعائلتي بتبيع يعني عائلتك هما مصدر القوة متاعك أخواتي وبابا وأمي بتبيع عندكم العائلة بالنسبة ليك هي المصدر بتبيع كل شيء مصدر قوة ولا مصدر ضعف نقطة ضعف يعني مصدر قوة شكون يقول لك نقطة عائلتي نقطة ضعفي هي العائلة بتاعي معناه ما نحبش حد شيء فيهم اي بطبيعة شكون مش يحب في عائلته يعني تبقى هي العائلة كل شيء شنو هي الحاجات اللي تعلمتهم في العائلة بتاعك انه حتى مثل كنت تعارك معاهم ولا حاجة باش تكون مثل كنت تعارك مع اصحابك ولا حاجة باش تكون باش يبعدوا الكل وما تلقى حد واقفة معاك اما كان حتى باش تصير اي حاجة بيناتك وبينات اي حاجة من عائلتك امك ولا ابوك ولا حاجة باش تكون في يعني من با ساعة تلقى روحك سيبون رجع تحكي معاهم خاطر باش تكون امك هذيك او ابوك يعني وكيف الاخوات مثل يكونوا مصدر قوتك هما الاخواتك في يعني سند يبداو ليك انت صغيرة ولا كبيرة في عائلتك انا صغيرة عندي 4 اخوات ولاد كبار زاد انت الطفلة الوحيدة اي الطفلة الوحيدة كيفاش ترى روحك بين 4 اخوات اولاد بون احلى حاجة في الدنيا معنا خاطر متصور كان خواتي ديجا هما ماهمش بحذية يعني عندي خو واحد في تونس وكلهم سافروا الدار فرغت بيهم حسيتك اللي فراغ كبير بالرسمي تحس روحك وحدك باللي خواتك حتى مثل تتعارك معهم كلما كي يبعدوا عليك تحس حاجة فارغة في الدار والدار فرغت عليك شنو المواقف اللي لقيت فيهم هكا عائلتك معاك مواقف اصحاب كي تتعارك مع اصحابك ولا كي تبدا انت بك حاجه ولا صايرت لك حاجه خايبه ولا حاجه تلقى كان عائلتك معاك يعني كي تدخل في ديبريسيون ولا اي حاجه ديبريسيون تلقى روحك ديما مع ديما تلقى كان عائلتك واقفه معاك ما تلقى حد واقف معاك بالخصوص الام يعني انت توا كي تصير لك الله لا يقدر حاجه خايبه ما تخافش خاطر معاك عائلتك بتبيع ما تخافش فما بعض هكا الشباب ما يعطيش قيمه للعائله نتاعو يقول لك انا نتحمل مسؤوليتي وحدي ونعمل كل شيء وحدي اي بلي باش تقول هكاك يعني نجم نعملها لروحنا بلي باش تكون عائلتك هي كل شيء معناها ماكش باش تقول ما تنجمش توا انت كي تجي تشوف ناس كل شطر العبيد معمله على دارهم وماهيش عارفه قيمتهم و هذيك هو معناها انت كل شيء معمله فيها على عائلتك ولا تحاول انك فما الحاجات ما ليه بالطبيعه يعني لازمك ديما تعمل على روحك وكل ما تبقى هذيك السند نتاعك عائلتك يعني كل شيء فيها عائلتك مثلا توا في عمرك هذا فما حاجات معناها انت معمله كومبليتمون على عائلتك اي مثل اي فازة باش تصير تحس اكثر عبد يعني يقف معك ما تنجمش تثق في اصحاب ولا في بلي باش يكونوا زاد حتى فما ما تلقى تقف معك كان عائلتك يعني بالرسمي حتى اصحاب ما قليل وين باش تلقى اصحاب في التوا في الدنيا ذي فما شكون يتغشش من تدخل العائله في اموره ولا شو اي ما تصير لازمني شويه خصوصيه نتحمل فيها وحدي فما عبيده كي كما مثل فما حاجات لازمك نتصور كان تكون صحاب مع امك مثال احسن حاجه خاطر تلقاها هي اللي واقفه معك في كل شيء و هذيك شنو نحس معناها خير من ما تقلقش انه العائله تتدخل في قراراتك عندي قرارات لازمني وحدي انا شنو مثل تخصص يعني انت شي باش تعدى في القرايه ولا ديما لازمك انت تخمم شي باش تعمل اي حاجه يعني باش تعمل اي حاجه لازمك انت عندك شنو حاجه باش تحبها مش العائله باش تختار خاطر كي باش تختار حاجه ما تحبهاش ماكش باش نجم تكمل فيها باش تبدا فوق من قلبك وشوف شوف تخدم تعملها ولا ما مثلا لو عائلتك تتدخل في قرارات تخصك انت لازمك تاخذها شنو يكون موقف
ناخذ نصيحتهم كان خطر ديما باش تكون نصيحة الأم أحسن حاجة. ما هكا كان أنا تبدأ مش عاجبتني أنا مش نقولها وهي تعرفني معناها ما ترى عندي صحة الراس دونك كلي باش ناخذ نحاول ناخذ شوية من نصيحتها. أما كان أنا حاجة راني حطتها في مخي دونك باش نعملها. حاجات عملتهم ونصحوك العائلة الكلي وبعد عرفت قيمتها أصحاب ديما ما تقول لي حاجة الأصحاب أي خاطر ريت أمي مثل فما أصحاب معينين كاللي تعرفهم هي تحبهم أما فما أصحاب معينين تقول لي رد بالك باش تهمل ولا حاجة وكل قالها لي هما عاقلين وكل بعد ما كاللي انخلطهم نراهم تلقاهم يعني مو أصحاب باهين في الأخر ترسلي نبعد نقول عندك الحق ما وزاد مثل في الانترينمون قبل يقولوا لي رد بيك تدخل راهو المسكيلاسيون بتفزت لك بدنك وترد لك بدنك الراجل ولا هذايا زاد حتى في الفامير راهو كلهم هذايا ما سمعش الكلام في هذي خاطر تدور بكل شيء كان الانترينمون وزاد يقول لك تبدا يقول لك فك عليك وما تاكلش يعني تجي انت تاكل في ماكله صحيه والكل يقول لك ليه ما تاكلش راهو الدجاج يعمل هرمونات وراهو درسنيه ويفزد ويعني كله يقول لك ما تطويلش و... يعني هذا الكل انت تعمل على كيف هذه نعمل على كيفي وبالرسمي يعني هما يعرفوا ما نجموش يبدلوا لي رايي خاطر انا في مخي اللي بالرسمي ما دامني ناكل في ماكله صحيه ما دامني نترينا ولا هي بروحي مش تكون حاجه خايبه ليا انا معناها ولا حد من البنات وماكش تولي بدنك الراجل خاطرك جوست ترينيت يعني هذه اونترينمون هما يقولوا لك هكا خاطر يخافوا عليك اي خافوا عليا ما لازمهم يعني لازم تعرف بالرسمي شنو الحاجه هذيك يعني مش كيف تبدا فما عبيد يتكيفوا ويعملوا في الفساد الكل تجي انت تترينا حاجه تعملهم تخبيهم تخبيها على عيلتك يعني تقولش لي لي امي يقولها في كل شيء يعني حاجتك حاجتها كما مثل امي ديما نقول مانيش ماني حتى حاجه مخبيه لي الحمد لله مانيش نعمل حاجات ما نقول لهم حاول انك ما تعملش حاجات تغششهم ما يا اخي بالطبيعه باش نحاول ما باش نغششهم انا ديما باش تكون كل وحده طبيعته خاطر دونك تبدا فما ستريس وكل دونك باش تتعارك مع الفامي وباش تلقى روحك معناها باش خلي كلمة الختان المفيد هكا اسمعوا كلام والديكم وحاولوا باللي باش يكون ستريس تاع قرايه نتاع كل شيء حاولوا تتفاهموا الستريس نتاع الناس الكل خاطر الناس الكل عندها ستريس